السلام عليكم، حياكم الله جميع، مساء الخير، ان شاء الله تكونوا بصحه وسلامه. فيديو اليوم عملي، رح نعمل فيه سبريد الكراميل، حشوه كراميل بتمشي معنا بالشوكولا وبتمشي معنا بانواع الكيك. الادوات اللي حنحتاجها بسيطه، عندنا طبعا السخان، عندنا طنجرتين، واحده حنسخن فيها الكريمه والحليب، والثانيه حنعمل فيها التوفي. حنحتاج ربر سباتولا مشان الكراميل، وحنحتاج كمان ميزان حراره، هذا موجود بإيكيا أنا سبق وحكيت عنه، في له تايمر وفي له جهاز إنذار إنه إذا نحن وصلنا لدرجة الحرارة المطلوبة حيعطينا رنة، وهيك بتكون أمورنا سليمة. ملقط صغير مشان نحن نقيم منه عرق الفانيليا اللي أنا حاستعمله اليوم، اللي هو عبارة عن اختياري، مو ضروري أبدا. المقادير عنا اليوم كتير سهلة كتير بسيطة، 250 جرام سكر، عندي 80 جرام جلوكوز، عندي 300 جرام كريم فريش كريم حيواني، عندي 200 جرام حليب سائل، وعندي 100 جرام زبدة بالإضافة ل 2 جرام ملح و 1 جرام بيكنج صودا. هنبدأ أول شيء نجهز الكريمة، لازم إحنا نسخنها، قبل ما نجهز الكريمة لازم نفضي الفانيليا. الفانيليا بهذا الشكل، طبعا مثل ما شرحت الفانيليا اختياري، اذا مو موجودة عندكم مو لازم، انا حبيت ضيفة اليوم. قص عرق الفانيليا بهذا الشكل، بسحب البذور اللي جوا بقفا السكين، هستخدم العرق بالكامل. هذا أنا طبعا كمان بستخدمه، ما برميه، بربطه بهذا الشكل وبحطه. هضيف الكريمة، ومعها الحليب مشان ناخد النكهة تبع الفانيليا. كخطوة أولى لازم نسخن الكريمة والحليب قبل أي شيء، وخصوصي إذا عندي انفيوز، انفيوز إني أنا أعطيها نكهة، وأنا اليوم عم بستعمل النكهة تبع الفانيليا. طريقة سهلة كتير، مثل ما حكيت حنسخن الكريمة مع الحليب والفانيليا. الفانيليا برجع بأكد اختياري، بعدين حنرجع نعمل الكراميل، وبعدين حنحط باقي المواد كلها مع بعضها ونطهي الكراميل لدرجة حرارة 105، هيك بصير عنا جاهز إن شاء الله. كريمة وحليب تقريبا صارت عندي جاهزة، هلا رح أعملها انفيوز. انفيوز إنه نغطيها، طبعا نحن بنستعمل بلاستيك، أنا ما حستعمل بلاستيك اليوم، رح أغطيها بلوح زجاج لسهولة العمل. الخطوة الثانية، رح احمي الجلوكوز بالمايكروويف شوي لحتى يمشي معي بالقدر بسهوله. دائما بنبدا بالجلوكوز 10 ثواني بكفيني، ممكن 10 كمان حسب الليونه تبعه. هذا القوام بيسهل علي عمليه استخدام الجلوكوز. دائما بنبدا بالجلوكوز لما بنعمل الكراميل، بدايه دائما بالجلوكوز. بدي اضيف السكر على دفعات، ما بضيفه كله، دفعه واحده، دفعه ثانيه، بدي لون ذهبي خفيف لحتى ما يحترق معي السكر بالدرجه زايده عن اللزوم. كل ما اخذ لون، المشكله انه هون مو واضح، تقريبا هذا الشكل، هذا اللون، برجع بضيف عليه كمية من السكر. إضافة السكر بتخلي الكراميل يبرد شوي، وهيك أنا صار فيني أتحكم بدرجة اللون بدون ما تكون أغمق من اللازم. تأكد من ذوبان كل السكر
لساتني متحكم باللون، هضيف اخر دفعه من السكر. هذا اللون المطلوب. اعطيه كمان شوي لحتى انظف حواف الطنجره واضمن انه السكر داب بشكل كامل عشان ابدا اضافه الكريمه. اضافه الكريمه بدنا نكون حذرين شوي لانه العمليه فيها خطوره. مجرد ما تظهر عندي فقاعات هواء بالكراميل ببدا اضيف الكريمه بهذا الشكل بس بحذر. كميات بسيطه بهذا الشكل. واو، بدنا ننتبه نضيف مباشرة كمان الزبدة، نضيف الملح والبيكنج صودا، ببدأ بشوف درجة الحرارة، بدي أوصل لدرجة حرارة 150. الحرارة عندي هلأ 90. ميزة هذا الميزان أنه بيعطيني إشارة، مجرد إذا أنا ما كنت منتبه أنا عيرته على 105، مجرد ما وصل لل 105 هيعطيني تنبيه أنه وصل لدرجة الحرارة المطلوبة وحقيم الكراميل من على النار. اختلاف درجة الحرارة بيختلف معي القوام المطلوب. هون انا بدي اياه على 105 كدرجة حرارة. كل ما ارتفعت درجة الحرارة كل ما زاد التبخر وبالتالي بتزيد قساوة الكراميل. الحرارة عندي هلا تقريبا 104. قرب الكراميل يوصل لدرجة الحرارة المطلوبة. اعطاني انذار ميزان حرارة انه وصل لدرجة حرارة 105. هنخليه على جنب لحتى يبرد. عندي هون الكراميل بعد ما برد فضيته بقطرميز، نشوف القوام تبعه بحرارة الغرفة. هذا القوام اللي نحنا بيناسبنا يعني كسبريد. طعم ما في مرارة أبدا، صلاحيته مثل ما حكيت أكثر من شهر. شكركم كتير على المتابعة وبشوفكم فيديو تاني إن شاء الله.